لان القصه اكتر بكتير من مجرد عقد بيتمضي وتيشيرت بيتلبس. فكره الاحتراف اللاعبين المصريين في الخارج تقاس دايما بحجم المشاركه او مساحه المشاركه وحجم التاثير. في نهايه موسم تعالوا نبص كده على ارقام مشاركه لاعبينا المصريين المحترفين في مختلف الدوريات الاجنبيه، وتعالوا نشوف حصيله الموسم بالنسبه لهم ايه. والبدايه مع صلاح يمكن ما يكونش واحد من افضل مواسم محمد صلاح، لكن ما تزال ارقامه وتأثيره في فريق ليفربول في منتهى الجودة. خلينا نقول أنه صلاح شارك الموسم ده مع ليفربول في 38 مباراة، أحرز فيهم 19 هدف وصنع 12 هدف، ودي نسبة كبيرة جدا حتى لو لم يحقق لقب الهداف. هو واحد من أكثر اللاعبين تأثيرا في صفوف ليفربول ونجمهم الأول على مستوى الفعالية الهجومية. متوسط التصويب في المباراة 3.3 تصويبة في المباراة الواحدة، صناعة فرص مؤكدة 15 فرصة، متوسط التمرير في كل مباراة 23 تمريرة بنسبة دقة 78%، متوسط المراوغات 1.3 مراوغة في المباراة، نسبة نجاح 41%، التواجد في تشكيلة الأسبوع تواجد مرتين، والبطولات اللي حصل عليها مع ليفربول بطولة السوبر الإنجليزي على حساب المان سيتي، وتقييمه العام في الموسم الحالي 7.15 درجة. النني اللي طبعا موسم يعني مش عايز أقول للنسيان، لكنه طبعا موسم حقيقة كان ضعيف جدا فيما يتعلق بمشاركة نيلي مع الأرسنال. شارك النني مع الأرسنال الموسم ده في 5 مباريات فقط لغير، متوسط الدقائق في كل مباراة شارك فيها 23 دقيقة، متوسط التمريرات 11.4 تمريرة بنسبة دقة 95%، متوسط التمريرات الطولية 0.8 بنسبة نجاح 80%، تقييم العام في الموسم 6.6 درجة. وأرسنال طبعا هو وصيف الدوري الإنجليزي وتأهل بالفعل للمشاركة الموسم اللي جاي في دوري الأبطال. ولسه في انجلترا وسام مورسي. سام مورسي إبسويتش تاون طبعا اللي صعد لليج 1 بعد ما كان في الشامبيونشيب، تصدر السنه دي مع وسام مورسي. الحقيقه كان واحد من اكثر لعيبه فعاليه مع الفريق، فريق إبسويتش تاون، شارك في 44 مباراه، مشاركات كاساسي 44، اهداف 4، تسجيل طبعا، صناعه اهداف 5 اهداف، متوسط تصويبه على المرمى 1.6 واهدار فرص مؤكده مره وحيده، صناعه فرص مؤكده 4، متوسط التمرير 51 نسبه دقه 83%، متوسط تمرير طولي 3.1 في كل مباراه بنسبه نجاح 47%، معدل التحامات ارضيه 4.1 55%، معدل التحامات هوائيه 0.8 بنسبه نجاح 55%، متوسط مراوغات تقريبا مره وحيده في كل مباراه بنسبه نجاح 73%، تواجد في تشكيله الاسبوع مره وحيده على مدار الموسم، وتقييم عام 7.12 درجه، وفريقه زي ما قلت لحضراتكم صعد لدوري الدرجه الاولى الانجليزي. عندنا بريمير ليج، ليج 1، وعندنا طبعا تشامبيونشيب. نروح لمرموش في المانيا، النجم المصري اللي مضى بالفعل وانتقل وسيلبس الوان او يرتدي الوان اينتراخت فرانكفورت بدايه من الموسم القادم. عمر مرموش النجم المصري الموسم الحالي كان بيلعب في فريق فولفسبورغ، وشارك في الدوري او في يعني مع فريقه في 33 مباراه، منهم 15 مباراه مشاركه كاساسي، متوسط دقائق اللعب على مدار الموسم 45 دقيقه في كل مباراه، الاهداف ليه 5 وصناعه الاهداف ليه صناعه هدف وحيد، متوسط التصويب على المرمى 1.5 تصويبه في المباراه، صناعه فرص مؤكده 2 في كل مباراه، اهدار الفرص المؤكده 5، متوسط التمرير 9 بنسبة دقة 68%، متوسط تمرير طولي 0.4 بنسبة نجاح 95%، متوسط مراوغات 1.2 بنسبة نجاح 43%، تقييمه العام على مدار الموسم 6.6 درجة. ومرموش طبعا هيترك فولفسبورغ وينتقل او انتقل بالفعل لاينتراخت فرانكفورت. تريزيجي المتألق مؤخرا مع ترابزونسبور. محمود تريزيجي الحقيقه يمكن انتقل لترابزونسبور بدايه من الموسم الحالي، كان ترابزونسبور فيها حامل لقب بطوله الدوري التركي، شارك تريزيجي مع فريقه في 29 مباراه، منهم 22 مباراه كاساسي، متوسط دقائق لعبه 76 دقيقه، الاهداف 10، منهم طبعا بالمناسبه الاحصائيات دي او الارقام دي بتستثني مباراته الاخيره اللي لعبها امبارح، يعني اجمالي المشاركات 30 مباراه.
متوسط دقائق اللعب 76 دقيقة، أهدافه 10، هو ما سجلش امبارح حاجة، صناعة أهداف 2، متوسط تصويت 3.3 تصويبة في كل مباراة، وصناعة فرص مؤكدة 4، إهدار فرص مؤكدة 7، متوسط تمريره 22.7 تمريرة في كل مباراة بنسبة دقة 82%، متوسط مراوغات 0.9 بنسبة دقة 29%، متوسط تمريرات مفتاحية 1.3 تمريرة في كل مباراة، والتواجد في التشكيلة المثالية في 3 أسابيع من البطولات أو من عمر البطولات التركية. تقييمه العام في الموسم تقريبا يصل لسبعة طبعا من 10. لسه في تركيا مع أحمد حسن كوكا المصاب والمستبعد طبعا أو الغائب، مش هو المستبعد، الغائب عن تشكيل منتخب مصر بسبب الإصابة. أحمد حسن كوكا هو لاعب ألانيا سبور تركي، شارك مع فريقه 24 مشاركة، منهم 21 مشاركة كأساسي، متوسط دقائق اللعب 75 دقيقة، أحرز في الموسم الحالي 10 أهداف وصنع هدف وحيد، متوسط التصويب على المرمى 2.3 تصويبة، صناعة فرص مؤكدة 2، متوسط التمرير 13.8، ومتوسط التحامات هوائية 1.4، منهم نجاح في 40%، إهدار فرص مؤكدة 11، والتواجد في التشكيلة المثالية مرة وحيدة، وتقييمه على مدار الموسم 6.84% درجة من 10. فرنسا FC نونت، الفرنسي مصطفى محمد نجم المنتخب المصري اللي خلاص رسميا انتهت علاقته بفريق نونتو بالليج 1 أو بالدوري الفرنسي، وسيعود مرة أخرى للدوري التركي. مصطفى شارك مع نونت 36 مباراة، مشاركة كأساسي في 18 مباراة منهم، متوسط دقائق لعب 54 دقيقة، سجل 8 أهداف على مدار الموسم وصنع هدفين، متوسط المحاولات على المرمى 1.6 محاولة، إهدار فرص مؤكدة 6، صناعة فرص مؤكدة 3، متوسط التمرير 5.9 بنسبة نجاح 63%، متوسط التحامات هوائية 2.1 بنسبة نجاح 46%، تقييم عام 6.85% درجة على مدار مشاركاته في الموسم، ونونت حاليا حصل على وصافة كأس فرنسا للموسم الحالي. البطل العميد اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي وقائده أحمد حجازي المتعملق والمتألق مع اتحاد جدة، موسم أكثر من رائع لحجازي الحقيقة السنة دي، شارك 28 مباراة مع اتحاد جدة، ال 28 مباراة لعبهم كأساسي، متوسط دقائق اللعب 90 دقيقة، أهداف أحرز 4 أهداف وصنع هدف وحيد، متوسط التمريرات 43.2 بنسبة دقة 87%، متوسط تمرير طولي 5.3 بنسبة دقة 57%، إفساد هجمات للمنافس 17، ومتوسط التحامات أرضية 1.5 بنسبة نجاح 67%، متوسط التحامات هوائية 1.8، كروت صفراء 6، والتواجد في التشكيلة المثالية للدوري السعودي 6 أسابيع، وتقييمه العام 7.2 درجة. طارق حامد نجم المنتخب المصري ونجم اتحاد جدة السعودي، موسم رائع لطارق حامد، بدايته هجوم وانتقادات على إدارة الاتحاد، ثم أثبت طارق الحقيقة جدارته في صفوف اتحاد جدة، بقى واحد من أعمدته الأساسية إلى طبعا أن أصيب وابتعد عن مشاركة. شارك مع الاتحاد 23 مباراة، ال 23 مباراة كأساسي، متوسط دقائق اللعب 87 دقيقة، صناعة فرص مؤكدة 2، متوسط تمرير 58.8 تمريرة بنسبة دقة 92%، متوسط تمرير طولي 3.1 تمريرة بنسبة دقة 74%، متوسط إفساد هجمات للمنافس 0.6، التسبب في ركلة الجزاء مرة وحيدة، متوسط التحامات أرضية 3.8 في كل مباراة، نجح تقريبا في 52% منهم، 5 كروت صفراء، كارت 1 أحمر، والتقييم العام 7 درجة، واتحاد جدة طبعا هو بطل الدوري السعودي. دي أخبار محترفين أو حصاد محترفين في الموسم الحالي، أرقام في بعض الأوقات على مستوى المشاركة والفعالية زي صلاح، زي تريزيجيه، زي طارق وحجازي في أعلى مستوياتها، وتقدر تقول أنه موسم يعني متوسط أو جيد بالنسبة للاعبين زي عمر مرموش ومصطفى محمد، أما النني فما تقدرش تعتبرها مشاركة فعالية مع الأرسنال، ونتمنى له الأفضل في الموسم اللي جاي. فاصل ونرجع نفتح ملفات الأهلي والوداد.